نرجع إلى كلام أبي جعفر الطهاوي رحمه الله تعالى: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. وهذه المسألة مسألة المماراة والخوض في دين الله عز وجل والجدال في دين الله تبارك وتعالى كثرت بها الفتنة، واتخذ أناس الجدال والخصومات في دين الله عز وجل منهجا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فلا بد من تجلية هذا الأمر، ولا بد من معرفة ما كان عليه سلف هذه الأمة. وقبل البدء في الكلام على هذه المسألة لا بد من الاتفاق على أمر مهم جدا، ألا وهو أن الكتاب والسنة لا بد أن تفهم على فهم سلف هذه الأمة. لا بد أن يفهم الإنسان كتاب الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على وفق ما كان عليه سلف الأمة. إذا أراد إنسان أن يستدل بكتاب الله عز وجل على هواه وعلى مراده فإن هذا يحدث فتنة عظيمة في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن نفهم هذا الكلام على وفق ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وما كان عليه سلف هذه الأمة من أصحاب القرون المفضلة. فالكتاب والسنة تفهمان على وفق ما كان عليه سلف هذه الأمة. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالطريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الطريقة المثلى، والذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسار عليه هو الذي يقبله الله تبارك وتعالى. فإذا جاء أحد بطريقة معينة وهذه الطريقة لم يكن عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أتى بها هذا استدلالا بأدلة عامة لم يفهمها الصحابة رضوان الله عليه، فإننا نرد عليه إتيانه بهذه الطريقة وفعله لهذا الأمر المعين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل ذلك، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لا بد من الاتفاق على هذا الأمر بين طوائف المسلمين، أن نفهم الكتاب والسنة على وفق ما كان عليه الصحابة ومن بعدهم ممن فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا وقف الإنسان على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ما كان عليه السلف فإنه حينئذ لا يستوحش أبدا. لذلك أخرج الآجري في الشريعة عن الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول. على الإنسان أن يقبل إقبالا تاما على ما كان عليه سلف هذه الأمة، وأن يترك ما أحدثه المحدثون في أي أمر من أمور الدين وفي أي أمر من أمور الشرعة، وإن كان هذا الأمر الذي عليه الناس زخرف بالقول، وإن كان هذا الأمر عليه عامة الناس. فالمرء عليه أن يتطلب الطريق المنجية من عند الله تبارك وتعالى. لا يقول الإنسان: أنا أسلك هذا الطريق في الدعوة إلى الله عز وجل لأنني وجدت نفعا لهذا الطريق، ولأن كثيرا من الناس لما سلكت لهم هذا الطريق اهتدوا وجاءوا إلى الصراط المستقيم. نقول: في سلوكك طريقا لم يسلكه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يسلكه الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يكن عليه سلف هذه الأمة، تجهيل لهم جميعا. لذلك علينا أن نمتثل هذا الطريق، وأن نسير على ما كان عليه السلف، الذي ورد عن السلف رحمهم الله تعالى أنهم لا يجادلون في دين الله عز وجل ولا يمارون في دين الله تبارك وتعالى، بل يذمون الجدال والمناظرات ذما تاما. وهذه الخصومات التي تحدث في دين الله عز وجل كان السلف رحمة الله عليهم في منأى عنها، وكانوا يحذرون منها ويحذرون من أهلها، وإنما كانوا يسلكون طريق العلم والتعليم، يعلمون الجاهل ويبصرونه أمر الله تبارك وتعالى. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: والجدال من باب دفع الصائل، لا يلجأ إليه إلا كما يلجأ إلى دفع الصائل الذي يعتدي عليك ترده بالاستطاعة. وكذلك الجدال قد يحتاج إليه
أحيانا. لذلك سنذكر إن شاء الله تعالى المناظرات التي حدثت عند السلف، ونأخذ هذه المناظرات ونجعلها في الباب العام الذي ورد عن السلف. السلف جميعا أجمعوا على أن المناظرات وعلى أن الجدال وعلى أن الخصومات في دين الله عز وجل أمر مذموم. لا يمكن أن يقول السلف أن المناظرات مذمومة وأن المجادلات في دين الله عز وجل مذمومة وأن الخصومات في دين الله تبارك وتعالى مما ينهى عنه، وأن يأتي أحد ويتخذ هذه الطريقة أسلوبا له في الدعوة إلى الله عز وجل. ولا يمكن لأحد أن يأتي بحوادث أعيان وبواقعة حدثت مرة بعد مرة، حدثت في الزمان الأول ثم حدثت في زمان آخر، ويجعل هذا النادر أصلا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولو كانت هذه المناظرات حق لسلكها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولسلكها الصحابة رضوان الله عليهم منهجا عاما، ولا ما وجد في كتاب من كتب عقائد أهل السنة والجماعة تحذيرا من المناظرات، ولا تحذيرا من المجادلات، ولا تحذيرا من الخصومات في دين الله عز وجل. وإنما كان العلماء يسلكون مسلكا معينا في الدعوة إلى الله عز وجل، هو مسلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يعلم الجاهل دين الله عز وجل، وأن يرشد المريد للحق إلى الحق في دين الله تبارك وتعالى. أما أن يكون هناك خصومات وأن يكون هناك مجادلات وأن تكون هناك مناظرات على وجه الغلبة لأهل الباطل، فهذا لم يكن عليه الصحابة، ولم يكن عليه ما كان بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قد يتساءل متسائل يقول: كيف ننهي عن المناظرات وكيف نزجر عن المجادلات وعن الخصومات وقد وقع عن جماعة من لجماعة من السلف بعض المناظرات؟ يقال أن ما وقع للسلف لا يخرج أن يكون مجموعا في عدة أمور. أولا، أن يكون المناظرات والمجادلات من باب الاضطرار، المناظرة تقع في باب الاضطرار. لذلك هذا هو ما وقع للإمام أحمد رحمه الله تعالى، كان الحاكم يقول بخلق القرآن وكذلك الناس جميعا على القول بخلق القرآن، فاضطر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يناظر الجهمية القائلين بخلق القرآن. وكذلك ما وقعت من مناظرات في زمان الإمام أحمد إنما وقعت اضطرارا لأن الحاكم كان يأمر بها وكان يدعو إلى خلاف المعتقد الصحيح، فاضطر العلماء في ذلك الزمان أن تقع منهم بعض المناظرات. أولا، لا تكون أصلا في الدعوة إلى الله عز وجل، وإنما تقع اضطرارا، وكما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أنها من باب دفع الصائل. الأمر الثاني، المناظرة التي وقعت لابن عباس رحمة الله رضي الله عنه أنه ناظر الخوارج، هذه كانت بأمر علي رضي الله عنه، كانت بأمر الحاكم ولم تكن من ابن عباس رضي الله عنه، هذا أولا. الأمر الثاني، لم تكن المناظرة مع الخوارج عند أهل السنة والجماعة، ولم تكن بين أهل السنة والجماعة وبين عوامهم، وإنما ذهب ابن عباس رضوان الله عليه إلى الخوارج في مكانهم فناظرهم وأرجع منهم عددا كبيرا، وابن عباس رضي الله عنه اجتمع فيه أنه ناظر الخوارج بأمر الحاكم، واجتمع فيه أنه عالم من العلماء وإمام من الأئمة، فإنه رضوان الله عليه لا يغيب عنه شيء من أمور الشرع المطهر. هذا ما وقع لابن عباس رضوان الله عليه، أنه كان بأمر الوالي وأنه كان في ديار الخوارج وفي مكان الخوارج ولم يكن في مكان أهل السنة والجماعة. وكذلك ابن عباس رضوان الله عليه عالم أحاط بالشريعة علما، ومثله ما وقع لأبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه من أشد الناس نهيا عن الجدال في دين الله تبارك وتعالى، ومن أشد الناس نهيا عن مناظرة أهل الباطل على وجه الغلبة، وأن تكون المناظرة مع أهل الباطل منهجا في الدعوة إلى الله عز وجل. وإنما كان يقرر رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة ويدعو إليها. لكن ابتلي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في زمانه أن كان الجميع في زمانه على عقيدة فاسدة،
وعلى عقيدة باطلة، فكان رحمه الله تعالى يناظرهم اضطرارا في أماكنهم وفي ديارهم وبين السلطان، فوقع له رحمه الله تعالى طائفة من المناظرات. لذلك هذا ما وقع عند السلف، أن المناظرة تكون من عالم من العلماء أو من ملم إلماما تاما بأمر المناظرة، ولا يباح لكل أحد أن تقع منه مناظرة. لذلك هؤلاء الذين يناظرون اليوم عندنا، وكلامنا عن المناظرة يدخل فيه ما يسمى بأركان النقاش. هذه الأركان التي ابتدعها من ابتدع، وأركان النقاش قيل أنها لم تكن معروفة عند أهل السنة والجماعة قديما، حتى جاء عبد الرحمن عبد الخالق إلى هذه البلاد وفتح هذا الباب، باب الشر العظيم لأهل السنة والجماعة في هذه الديار. ثم تابعه أناس في دعوته التي دعا إليها. الفرصة مفتوحة للحوار والنقاش، يدخل مبتدع متشبع بشبهات كثيرة ثم يأخذ في رمي هذه الشبهات وفي قول هذه الشبهات لأهل السنة والجماعة ولطوائف عدة منهم، ولا يرد الذي يفتح الفرصة للحوار والنقاش على ربع هذه الشبهات. لذلك كثيرا ما نسمع أن مبتدعا يدخل على هؤلاء الذين يفتحون فرصة للحوار والنقاش، يشبه في أضبط أبواب أهل السنة والجماعة، يذكرون شبهات في باب الأسماء والصفات. وكلنا حضرنا كثيرا من المناظرات، شاهدناها في وسائل التواصل، شاهدناها في اليوتيوب. يأتي المناظر من أهل البدع بكثير من البدع، فلا يردها المناظر الذي يناظر باسم أهل السنة والجماعة، بل كلنا سمعنا مناظرة بين أشعري وبين منتسب لأهل السنة والجماعة. الأشعري يأتي بكثير من الشبهات، وهذا المنتسب لأهل السنة والجماعة لا يرد ولو جزءا يسيرا من أهل السنة والجماعة. يقول الأشعري في مناظرة كانت على التلفزيون، يقول لهذا المناظر من أهل السنة والجماعة: الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، كما قال عبد القاهر البغدادي. وصاحبنا هذا لا يرد على هذه الكلمة، مع أنه كررها مرارا في تلك الحلقة، وصاحبنا لا يعرف أن عبد القاهر البغدادي هو رأس في البدع، رأس في الأشعرية. لذلك إذا تكلم عن الأشاعرة فإنه يصفهم بأنهم من أهل السنة والجماعة، وعبد القادر عبد القاهر البغدادي كان غاليا من غلاة الأشاعرة، فهو إذا ذكر عقيدة الأشاعرة فإنه ينسبها إلى عقيدة أهل السنة والجماعة ويسميهم بأهل السنة والجماعة. وصاحبنا هذا ما رد عليه وما قال له أن عبد القاهر البغدادي لا ينبغي أن يكون حكما فيحكم به على الفرق الإسلامية، فكتابه الفرق بين الفرق ليس عمدة حتى نعرف الحق من الباطل. وكذلك في تلك الحلقة يقول هذا المبتدع من أهل السنة والجماعة أن صحيح الإمام البخاري لم يروى أبدا إلا عن طريق الأشاعرة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. أولا صحيح الإمام البخاري، بل الكتب الستة ليس فيها واحد يعتقد عقيدة الأشاعرة، لا يوجد واحد في الكتب الستة يقول بأن الله عز وجل في كل مكان، ولا يوجد واحد من الرواة في الكتب الستة ينفي صفات الله عز وجل ويثبت بعض الصفات وينفي البعض الآخر، فهذا الأمر محسوم قبل أن يوجد أبو الحسن الأشعري. ومع هذا فإن صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى روي عن طريق أبي ذر الهروي، وهو أشعري من الأشاعرة، وأبو ذر الهروي ليس على طريقة الأشاعر المتأخرين، فإنه كان على طريقة متقدمي الأشاعر. ومع هذا فإن أبا ذر الهروي رحمه الله تعالى لم ينفرد برواية صحيح الإمام البخاري، فقد وافق أبو ذر الهروي أبو الوقت السجزي فروى صحيح الإمام البخاري وهو من أهل السنة والجماعة، ورواية صحيح الإمام البخاري عن طريق أبي الوقت مثل رواية أبي ذر الهروي. وأبو الوقت السجزي كان من طلاب أبي إسماعيل الهروي الذي يكفر الأشاعرة ويحكم عليهم بالكفر والزندقة رحمه الله تعالى. لذلك يأتي المبتدع بشبهة من الشبهات ولا يردها صاحبنا، لذلك هذا فيه من الخيانة وفيه من التضليل لأمة محمد
صلى الله عليه وآله وسلم ما فيه، والسبب الأساسي في مثل هذا الخطأ وفي مثل هذا الزلل أنهم سلكوا مسلكا ليس صحيحا، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان عليه الصحابة، وما كان عليه سلف هذه الأمة. كذلك شاهدنا مناظرة لاثنين، أحدهما مبتدع أشعري يأتي بعقيدة الأشاعرة، وصاحبنا الذي ينبغي أن يدافع عن أهل السنة والجماعة لا يعرف عقيدة أهل السنة والجماعة، يهم أوهاما كثيرة على أهل السنة والجماعة، فأمثال هؤلاء من الجهلة بعقيدة أهل السنة والجماعة لا ينبغي أن يفتح لهم الباب، ولا ينبغي أن يتركوا في مثل هذه الأمور، لذلك سلكوا مسلكا بدعيا فابتلاهم الله تبارك وتعالى. لذلك أتيت ببعض الآثار ذكرها الآجري رحمه الله تعالى، ونقرأ هذه الآثار حتى يتضح الأمر اتضاحا تاما، وهذه الآثار فيها غنية لمن كان مريدا اتباع سلف هذه الأمة، أما من كان لا يرفع رأسا بكلام السلف فهذا لا حجة لنا عليه، كثير من الناس بلغ به الهوى مبلغا عظيما، تأتيه بكلام السلف فيصرف الكلام، وهو مثل الأشاعرة. الأشاعرة إذا أتيتهم بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم يعتقدون عقيدة ثم بعد ذلك يستدلون على هذه العقيدة، وكذلك هؤلاء يفعلون هذه المناظرات ويأتون لمناظراتهم ببعض أقوال الأئمة. سيقول لك قائل أن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى سئل عن مناظرة العلمانية فقال من إذا كان الواحد عالما بأمور العلمانيين فليناظرهم، فابن عثيمين رحمه الله تعالى لم يفتح الباب على مصراعيه، ولم يقل أن كل أحد من الناس يناظر، وإنما العالم. لذلك أقوال العلماء المتأخرين من علماء أهل السنة والجماعة هذه لا بد أن نردها إلى أقوال المتقدمين، عند الخلاف نذهب إلى المتقدمين. لذلك قد يأتي واحد بكلام لعالم من العلماء ويقول أجاز هذا العالم المناظرة، نقول له أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إذا كنت تزعم أنه يبيح المناظرة لماذا لم يناظر رحمه الله تعالى، مع أن أهل البدع كانوا قريبين منه رحمه الله تعالى. وإذا قلت أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أجاز مناظرة أهل البدع نقول لك لماذا لم يناظر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وقد دعا إلى الله عز وجل قريبا من 60 سنة أو أكثر من 60 سنة، بل الوارد عن الشيخ رحمه الله تعالى أنه امتنع عن مناظرة أهل البدع لما طلب الخليلي منه أن يناظره. لذلك يقول أبو الحسين الآجري رحمه الله تعالى باب ذم الجدال والخصومات في الدين، قال حدثنا فلان حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث ثبت عنه عليه الصلاة والسلام لعله عند ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ثم أورد عدة طرق لهذا الحديث، ثم قال أبو محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى لما سمع هذا أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين لم يماروا في الدين ولم يجادلوا، وحذروا المسلمين المراء والجدال، وأمروهم بالأخذ بالسنن وبما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهذا طريق أهل الحق ممن وفقه الله تعالى، وسنذكر عنهم ما دل على ما قلنا إن شاء الله تعالى. ثم أورد بسنده إلى مسلم بن يسار رحمه الله تعالى أنه كان يقول إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. ثم قال بسنده كذلك عن أبي قلابة رحمه الله تعالى أنه قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. لذلك هؤلاء الذين يحضرون المناظرات، قديما ناظر أحد الناس النصارى في كنيستهم وكان معه أحد الشباب، فلما خرج هذا المناظر وناظر النصارى قال له الشاب والله لكن كلام القس في كذا وكذا صواب، فتن صاحبه الذي كان معه. لذلك هذا من ضرر هذه المناظرات، يؤتى بالشبهات في الملأ ويأتون
بها في اليوتيوب فيسمع هذه الشبهات، من كان على الباطل ولا يردها، من كان على الحق فيبقى، من كان على الباطل على باطله. لذلك قد يقول قائل هذه المناظرات وهذه الطريقة أركان النقاش نفع الله عز وجل بها أناسا، نقول كذلك صد بها أناس عن دين الله تبارك وتعالى. لذلك ليس المقياس أن ينتفع أناس أو أن لا ينتفع أناس، وإنما المقياس أن توافق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أورد رحمه الله تعالى عن معاوية بن قرة أنه قال الخصومات في الدين تحبط الأعمال، وروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال من جعل دينه قرضا للخصومات أكثر التنقل. وهذا الأثر صدق فيه رحمه الله تعالى، فإننا نرى اليوم الشاب يعتقد عقيدة وينتحل نحلة، تجده اليوم يتبع الأحزاب والجماعات، يتبع الأحزاب والجماعات ثم يناقش من ينكر الأحزاب والجماعات، فتجده بعد غد مع من ينكر الأحزاب والجماعات، وهؤلاء الذين ينكرون الأحزاب والجماعات هم جماعات وإن لم يجعلوا لهم رئيسا وإن لم يجعلوا لهم تنظيما كالجماعات، يتنقل الشاب بين هذه المجموعات التي تنكر هؤلاء إلى هؤلاء. لذلك من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر من التنقل. وكذلك أورد عن الإمام مالك رحمه الله تعالى ابن أنس يوما أنه كان في المسجد متكئ، فجاء رجل فقال أريد أن أناظرك يا أبا عبد الله، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى فإن غلبتني، قال الرجل إن غلبتك اتبعتني، قال فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا، فقال الرجل نتبعه، قال مالك رحمه الله تعالى يا عبد الله بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد وأراك تتنقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. هذا الرجل جاء للإمام مالك قال أريد أن أناظرك. مالك عالم من العلماء ومن أجل علماء وقته، فقال مالك لهذا الرجل إن غلبتني، فقال الرجل تتبعني، فقال مالك وإن غلبتك، فقال اتبعتك، قال إن جاء آخر وغلبنا الاثنان، قال اتبعناه. فعلم مالك ضلال هذه الطريقة، طريقة المناظرات، قال يا هذا بعث الله محمدا بدين واحد، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدين واحد، الجاهل يعلم دين محمد صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف. من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. وكذلك جاء رجل إلى الحسن البصري فقال يا أبا سعيد تعالى حتى أخاصمك في الدين، قال له أريد أن أناظرك. من هذا؟ الحسن البصري رحمه الله تعالى إمام أهل زمانه. هذا الرجل أكيد ليس عنده من العلم مثل ما عند الحسن. هذا اليوم يأتي الجاهل المنتسب لأهل السنة والجماعة يقول الفرصة مفتوحة، ويأتيه أشعري ويتكلم في الصفات، وصاحبنا هذا لا يعرف شيئا مما تكلم به ذاك المبتدئ. الفزاعة عند هؤلاء القوم لما يأتيهم رجل بكثير من الشبهات يقول له ماذا قال البرعي، أخرج لنا البرعي. هو ما تكلم لك في البرعي، ما تكلم لك في البرعي. البرعي ضال لا يحتاج ضلاله إلى شيء، وإنما أورد عليك كثيرا من الشبهات في باب الأسماء والصفات، رد على هذه الشبهات. لكن لما كان الواحد منهم لا يفقه هذه الشبهات يخرج مباشرة إلى كتب المتصوفة. هذا أورد عليك كثيرا من الشبهات وأنت تقول له أخرج لي كتب الصوفية. لم يكن النزاع في تلك الكتب المليئة بالضلال والمليئة بالكفر. وكذلك قال عمران كان عمران القصير يقول إياكم والمنازعة والخصومة، إياكم وهؤلاء الذين يقولون أرأيت أرأيت. وكذلك قال جاء رجل من أهل الأهواء لأيوب السختياني فقال يا أبا بكر أسألك عن كلمة. هذا مبتدع جاء لأيوب السختياني قال أريد أن أسألك عن كلمة، فقال أيوب فولى أيوب وجعل يشير بإصبعه ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة. هؤلاء هل هم مقتدون بسلف هذه الأمة؟ هذا حال سلف هذه الأمة. قال كذلك دخل رجلان من أهل الأهواء على محمد بن سيرين وهو كذلك من سادات التابعين في البصرة، في البصرة ممن لقي الأنس رضي الله عنه، دخل عليه رجلان من أهل الأهواء فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث، قال لا، قال نقرأ عليك آية من كتاب الله، قال لا لتقومن عني أو لأقومن. ثم أورد طائفة كثيرة من الآثار عن سلف هذه الأمة رحمه الله تعالى، ثم قال محمد بن حسين الآجري هذا الكلام ينبغي أن يعقل
قال من كان له علم وعقل فيميز جميع ما تقدم ذكري له من أول الكتاب إلى هذا الموضع علم أنه محتاج إلى العمل به، فإن أراد الله به خيرا لزم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان من أئمة المسلمين في كل عصر، وتعلم العلم لنفسه لينتفي عنه الجهل، وكان مراده أن يتعلمه لله تعالى، ولم يكن مراده أن يتعلمه للمراء والجدال والخصومات ولا للدنيا. لا يتعلم طالب العلم، هذه رسالة لنا جميعا، العلم للمراء ولا للجدال ولا للخصومات ولا للدنيا. بعض الناس يتعلم العلم الشرعي يريد أن يأكل به، يريد أن يأكل بتعلمه العلم الشرعي، يريد أن يأكل بدين الله تبارك وتعالى، وهذا هو حال السفلة أن يأكل بدينه. لذلك قال بعض أئمة المالكية آكل بالطبل والمزمار ولا آكل بديني، لذلك الواحد لا يأكل بدين الله تبارك وتعالى. قال ولا للدنيا، ومن كان هذا مراده سلم إن شاء الله تعالى من الأهواء والبدع والضلالة، واتبع ما كان عليه من تقدم. هذا هو المقياس، اتبع من كان عليه من تقدم، وليس اتبع من فتح لنا باب شر عظيم من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم. نسأل الله أن يوفقنا لذلك. فإن قال قائل، فإن كان رجل قد علمه الله تعالى علما فجاءه رجل يسأله من مسألة في الدين ينازعه ويخاصمه، جاءك رجل قال أريد أن أجادلك، أريد أن أخاصمك، أريد أن أناظرك، قال ترى أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة ويرد عليه قوله. بعض الناس تقول له ما تناظر، قل أنتم لستم رجال، الدين ما يقاس بهذه الطريقة، ما دارين نطلع نتشاكل عشان تقول لي أنت راجل ولا أنا ما راجل. قال هذا محمد حسين الأجري، أجعله بعدين في الناس المال رجال عليك الله. طيب قيل قال فدرى أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة ويرد عليه قوله. قال الأجري قيل له هذا الذي نهينا عنه، جاءك رجل يناظرك قال هذا الذي نهينا عنه، وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين، الأئمة السابقين من المسلمين حذرونا من ذلك. طيب قد يقول قائل ماذا نفعل مع هذا وأمثاله؟ قال فإن قال فماذا نصنع؟ قيل له إن كان الذي يسألك مسألته مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة، يعني هذا السائل يريد أن يصل إلى الحق ولا يريد أن يناظر، لذلك قال محمد بن سيرين لا تجادل إلا من عرفت أنه يرجع إلى الحق. هذا هو المقياس، من يريد الحق هذا يناظر، من يريد الحق هذا يجادل، أما من لم يكن كذلك فإنه لا يناظر. قال إن كان الذي يسألك مسألته مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة فأرشده بألطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين، وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كره لك العلماء كره لك السلف فلا تناظره، واحذره على دينك كما قال من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعا، يعني إن كنت متبع لأئمة المسلمين هذا كلام أئمة المسلمين، أما إن كنت صاحب هوى وهذا هو الغالب على كثير من هؤلاء فلا حيلة لنا عليك. قال فإن قال فندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم. انظر لبيان هذا الإمام، هذا الموضع انظر له، قيل له سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك لهم، كذا قال من تقدم السلف الصالح من علماء المسلمين. صاحب الباطل يسكت عنه، يذل بالسكوت عنه، لذلك ليس كل أحد يرد عليه، وهذه يستفيد الواحد منا فيها فيما يسمى بوسائل التواصل في الفيسبوك، أنشر الحق ولا تفتح باب للمعارضة، ما تفتح باب للمعارضة أبدا، من أراد الحق فليأتك في الخاص، أما من أراد المجادلة فاحضره ولا كرامة، لا تفتح باب هوى على نفسك ولا تفتح باب جدال على نفسك. ثم أورد بعض الآثار رحمه الله تعالى، ثم قال الأجري ألم تسمع رحمك الله إلى ما تقدم ذكرنا له من قول أبي قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم، أو لم تسمع إلى قول الحسن وقد سأله رجل عن مسألة فقال ألا تناظرني في الدين، فقال الحسن أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أنت أضللت دينك فالتمسوا، أو لم تسمع إلى قول عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، قال فمن اقتدى
بهؤلاء الأئمة سلم له دينه إن شاء الله تعالى. فإن قال قائل فإن اضطرني الأمر وقتا من الأوقات إلى مناظرتهم وإثبات الحجة عليهم ألا أناظرهم؟ قال أنا مضطر. الآن واحد يقول لك نمشي من هنا لحد الشمالية ماشي ناظر، من الذي دعاك للمناظرة؟ شخص يذهب لمناظرة شخص لا يعرف أحد أبدا، لا يعرف أحد، ما كان شخص يعرف أحمد داود هذا المجرم، أتيتم به وأدخلتموه إلى وسائل الإعلام وجعلتم كثيرا من شبهاته بغير رد. الآن أحمد داود يتكلم في صفات الله عز وجل، يضعن في أبي العباس ابن تيمية رحمة الله عليه، في شيخ الإسلام، يضعن في ابن القيم، ويصف ما هم عليه من العقيدة السليمة والعقيدة الصحيحة أنه تجسيم، وينشر الأشعرية وينشر التجانية ويطعن في أئمة المسلمين، ولم يكن معروفا قبل أن تخرجوه للناس، ذهبوا إليه في مكانه وادخلوا إلى وسائل الإعلام، حتى الصوفية ما كانوا يعرفونه، حتى أتى هؤلاء المتهورين فأدخلوه إلى وسائل الإعلام. قال فإن اضطر الأمر وقتا من الأوقات المنظرين وإثبات الحجة عليهم ألا أناظرهم؟ قيل له الاضطرار إنما يكون مع إمام له مذهب سوء. انظر إلى هذا الموضع يا إخوان، الاضطرار إنما يكون مع إمام له مذهب سوء، فيمتحن الناس ويدعوهم إلى مذهبه، كفعل من مضى في وقت أحمد بن حنبل. إمام عنده مذهب سوء، هذا هو الاضطرار. إمام له أتباع مئات الآلاف، هذا هو الاضطرار. أما أن تأتي بشخص لا يعرف، شخص لا يعرف، ساكن في الداخلية، صوفي عنده شبهات ما يجد مكان ينشر فيه هذه الشبهات، فيخرجه صاحبنا هذا إلى وسائل الإعلام فيراه آلاف، مئات الآلاف بخمسين شبهة أو بعشرين شبهة، يخرج له هذه الشبهات ويقدمها للأمة في طبق من ذهب لأهل الباطل. قال فكفعل من مضى في وقت أحمد بن حنبل ثلاثة خلفاء امتحنوا الناس ودعوهم إلى مذهب السوء، فلم يجد العلماء بدا من الذب عن الدين، وأرادوا بذلك معرفة العامة الحق من الباطل، فناظروهم ضرورة لا اختيارا. وهذا ككلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، الجدال إنما يكون من باب ضبع الصائل، لا يكون اختيارا، وإنما يكون اضطرارا، يضطر الإنسان للجدال وللمناظرة اضطرارا. قال فأثبت الله تعالى الحق مع أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته، وأذل الله تعالى المعتزلة وفضحهم، وعرفت العامة أن الحق ما كان عليه أحمد ومن تابعه إلى يوم القيامة. وأرجو أن يعيد الله الكريم أهل العلم من أهل السنة والجماعة من محنة تكون أبدا، نسأل الله أن يعصمنا. قال وبلغني عن المهتدي أنه قال ما قطعت أبي، يعني الواثق، إلا شيخ جيء به كذا من كذا وكذا إلى آخر كلامه. ثم قال ونختم بهذا الموضع، قال وبعد هذا فأمر بحفظ السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين مثل مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان الثوري وابن المبارك وأمثاله والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام، ومن كان على طريقة هؤلاء من العلماء وينبذ من سواهم، ولا نناظره ولا نجادله ولا نخاصمه، وإذا لقي صاحب بدعة في طريق أخذ في غيره، وإن حضر مجلسا هو فيه قام عنه، هكذا أدبنا من مضى من سلفنا. وهذا الكلام فيه كفاية لمن كان معظما للسلف، من كان معظما للسلف فإنه يكتفي بهذا الكلام، أما من كان متحزبا لشاب من الشباب أو لرجل من الرجال فإنه لا يرفع بكلام السلف رأسا، لا يرفع بكلام السلف رأسا. ومن الإفساد العظيم أن يجعل تلك الطريقة في الدعوة إلى الله عز وجل هي الحق، وما عداها من الطريقة السديدة التي كان عليها العلماء سلفا عن خلف يجعلونها تمييعا ويجعلونها تضييعا لدين الله عز وجل. وإلى الله المشتكى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.